الإله الواحد أمين. نعالج اليوم اعتراض رقم 253 وهو بعنوان: هل الرب الله هو إله محارب أم أنه إله مساعد؟ يعتقد الناقد بأن الكتاب المقدس يعلم بأن الله هو إله محارب، وذلك في كل من الخروج 15:3 والمزمور 18:34 والمزمور 144:1، في حين أنه يتم تقديم مخالف يقول بأنه إله مسالم في كل من رسالة رومي 15:33، كورنثوس الأولى 14:33، سالونيكي الثانية 3:16، والرسالة إلى العبرانيين 13:20. فلنبدأ بقراءة من الخروج 15:3. الرب رجل الحرب، الرب اسمه. ونقرأ أيضا المزمور 18:34: الذي يعلم يدي القتال فتحنى بذراعي قوس من نحاس. ونتابع في المزمور 144:1: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب. وننتقل لقراءة رسالة رومي 15:33: إله السلام معكم أجمعين آمين. ونقرأ رسالة كورنثوس الأولى 14:33: لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كما في جميع كنائس القديسين. ونقرأ رسالة تسالونيكي الثانية 3:16: ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. ونقرأ الرسالة إلى العبرانيين 13:20: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيمة ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. إن هذا الاعتراض مبني على مغالطة التشعب، أي التقليص الخاطئ، بالإضافة إلى فشل الناقد في التمييز بين الأزمنة المختلفة للأحداث. إن الرب الإله بسلطانه المطلق كان قد أعطى السلام في الأزمنة المناسبة للسلام، وحقيقة الأمر هي أن السلام يتحقق فقط عندما يقوم جميع الأشخاص بطاعة الله ووصاياه. وفي المقابل كان الله قد جلب الحروب والكوارث في الأزمنة الأخرى، وبشكل خاص ضد أولئك الذين كانوا يتمردون عليه. هذا الأمر يظهر بشكل واضح من خلال التصريحات التي ترد في آيات مختلفة، مثل إشعياء 45:7، الجامعة 7:14، وإيرميا 18:7-9. مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر، إن الله جعل هذا مع ذاك لكي لا يجد الإنسان شيئا بعده. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس. لابد من الإشارة إلى أن الرب الإله لم يكن قد أعطى الحرب والسلام في وقت واحد وفق ذات المعنى، وهو الأمر الذي سيكون مطلوباً لكي يتم إثبات وجود تناقض بين الآيات. لذلك فإنه لا يوجد أي خطأ
أو تناقض في أن يوصف الرب الإله بأنه إله محارب مثل الخروج 15:3 وبأنه يعلم يدي الصديق القتال وذلك لكي يزيل الأشرار أو يعاقبهم كما في المزمور 18:34 ومزمور 144:1. وحين يحيا الشعب في طاعة لتعليماته ووصاياه فإنه يسر بأن يمنحهم أوقات يعمها السلام تماما كما يرد في رومي 15:33 وكورنثوس الأولى 14:33 والثسالونيكي الثانية 3:16 والعبرانيين 13:20. إن أي ملك صالح سوف يفعل ذلك، والله بوصفه ملك الملوك فإنه يمتلك كامل السلطان بأن يفرض الحرب أو السلم في الأوقات المناسبة دون أن ينطوي ذلك الأمر على أي تناقض في صفاته، فهو إله السلام في أوقات السلام وهو إله محارب، وخاصة حين يأتي بدينونته على الأشرار والعصاة. المجد دائما للرب، والله معكم.